بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة، لاحظت انزعاج المنصرين من سلسلة الحلقات اللي بعملها عن قصة الصلب، وده ببساطة لأن عقيدة المسيحي مركزة في التثليث والتجسد والصلب والقيامة. واللي بيوضح الفكرة دي كتاب رسالة التثليث والتوحيد للمؤلف ياسا منصور، صفحة 66. وعلشان كده بدأوا يستجيبوا لمتابعينهم اللي طلبوهم بالرد على فيديوهاتي. دي أول حلقة أرد فيها على السيدة نهى السيد، اللي هي أصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الإسلام حديثا، وعملت قناة على اليوتيوب علشان تهاجم المسيحية. المهم، بعض الأصدقاء طلبوا مني أن أرد على هذه السيدة، ولما شاهدت بعض حلقاتها وجدت أنها لا تقدم أي جديد. والله أنا بشكرك على أنك بترد على ناس مسيحيين بيدعوا أن عمري ما كنت مسيحية في يوم من الأيام، وأني مسلمة أبا عن جد. اكتب يا تاريخ، سجل يا زمان. هنا بقى الأستاذ بيقول أني عملت القناة علشان أهاجم المسيحية، ودي مغالطة كبيرة بيضحك بيها على أتباعه، لأني ببساطة بنقل معلومات وحقائق من أفواه وكتب رجال دين مسيحيين. وياريت الأصدقاء المسيحيين يراجعوا كل فيديو عملته، هيلاقوني مش بتكلم من نفسي. فمن باب أولى تهاجم رجال دينك وعلماء اللاهوت عندك اللي اعترفوا بتحريف الكتاب المقدس، ومن أشهرهم دائرة المعارف الكتابية. ونقرأ النص اللي بيقول: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر اللاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة في يوحنا أولى خامس عدد 7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15. ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هاميشي في مخطوطة لاتينية، وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. وإذا أنا لم أقدم أي جديد، ليه شغلين نفسكم بيا؟ ولو فيديوهاتي مش مهمة كده، ما كنتوش بعتوا المنصرة ميرفت والحرامي رحومة يساومني على أولادي مقابل رجوع للمسيحية. ومش بس كده، دي كمان اعترفت إن فيديوهاتي بتضعف الإيمان المسيحي الضعيف وبتثبت المسلمين على الإسلام، والتسجيلات دي عرضتها أكتر من مرة على القناة عندي. اللي مزعلني إن بالفيديوهات بتاعتكو بتضعفوا الإيمان المسيحي الضعيف للناس. عارفة انت بتوجهيها للمسلمين، عارفة بيحصل ايه للمسلم؟ مثلا هو ياه الله اكبر، ده انا على دين الحق، بيثبت على دينه. تمام. فلو هو بيسمع كلمة ربنا، ولا ربنا بيبقى بيحط له رسالة من حد او من فيديو شافه، او بيحركه شوية، يا عم انا بكلمك بكلم كل واحد. فلما بتبقي انت كمسيحية واسلمتي، او هو كمسيحي سابق واسلم، ياه ده الله اكبر، ربنا يثبتنا على دين الاسلام. واضح يا ميرفت ان فيديوهاتي وجعكم قوي، فياريت تحترموا العقول اللي بتشوفكم وبتسمعكم، ولا انتوا بس بتخاطبوا فئة عارفين انهم مش بيشغلوا عقلهم. وتعالوا نشوف مع بعض اول نقطة بيطعن فيها على صحة ما تم عرضه من مراجع. كلامها عبارة عن ناسخ ومنسوخ، والكلام ده انا قلته في احدى حلقاتي السابقة، ان الشيخ محمد شاهين التاعب يعمل حلقة فتجد بعد هذا ان كل القنوات نسخ كل الكلام، حتى الكتب والمراجع هي نفسها بتلف عليهم واحد والاخر، يعني بينسخوا الحلقات من بعض. مفيش مشكلة. هنا هو بيقول اننا بننسخ الكلام من بعض، يا إما هو غير مدرك الكلام اللي بيقوله ومش عارف أبجديات البحث العلمي، يا إما عارف وبيوهم متابعينه أن دي غلطة من الإخوة في مجال مقارنة الأديان. فالمصدر اللي بنرجع ليه كلنا هو واحد، والطبيعي أن جميع الأكاديميين يوثقوا أكاديميا البحث من ذات المرجع، وده مش معناه أن واحد ناقل من التاني. فمثلا لما يستشهد المسلمين بحزقيال 23 ونشيد الأنشاد على فساد نصوص الكتاب المقدس وبشريتها واستحالة كونها وحي من الله، فده معناه ان المرجع واحد ومش نقل من بعضهم البعض. وبعد كده بدأ يوجه سؤال ليا.
ونسأل السيدة نهى السيد، هل صلب المسيح؟ الإجابة بحسب القرآن لم يصلب. هل يوجد أدلة من داخل القرآن على أن المسيح لم يصلب؟ للأسف الشديد لا يوجد. لا يوجد في القرآن أي دليل حقيقي على أن المسيح لم يصلب. وبعد تأكيده لمتابعيه أن المسيح حسب القرآن لم يصلب، وأن مفيش أدلة في القرآن على أن المسيح لم يصلب، ويتفاجأ نسمع إجابة تانية خالص غير اللي قالها، بل هي آية واحدة، مجرد آية. يا سلام، سلم على مخك البلالان. يعني بعد ما قال مفيش ان المسيح حسب القرآن لم يصلب، هو بنفسه قال دي آية واحدة اللي قالت ان المسيح اتصلب، ومجرد آية. رجع تاني وبدأ يدلس ويقول ان الآية دي عليها اختلاف كبير بين علماء المسلمين، وعلى هذه الآية خلاف كبير بين علماء الإسلام، يعني أصحاب الإدعاء مختلفين على الآية الواحدة، وكل مفسر يقدم أقوالا وتفسيرا يتضارب ويتعارض مع غيره من المفسرين. ويا ترى إيه الخلاف اللي بين علماء المسلمين في الآية دي؟ وفسروها إزاي؟ طبعا هو موضحش كده، بل جاب مقطعين للأخ محمد شاهين التعب عكس بعض، وفي موقفين مختلفين، وفي حلقتين مختلفتين، علشان يدلس ويقول للمتابعين المسلمين متناقضين في كلامهم. ما علينا، ده خلاف كان موجود يعني عند بعض علماء المسلمين، وبعضهم من كبار علماء المسلمين، وإجماع علماء المسلمين طوال التاريخ الإسلامي ومن كافة الطوائف الإسلامية تقريبا بيقولوا بأن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. والدليل على تدليسه أنه ما جابش ولا رأي مفسر مسلم واحد بيقول أن المسيح صلب، وكل اللي قدر يقوله أن مفيش إجماع من علماء المسلمين على تفسير الآية دي. طيب بصراحة النقطة دي ما تعديش بالسهل كده، ولازم نرد الشبهة دي عليهم، ولازم يفهموا ان المسلمين عندهم علم وتدبر وتفكير اكتر من المسيحيين اللي ضحكوا عليهم وقالوا لهم على فهمك لا تعتمد، يعني الغي عقلك تماما. اولا علماء المسلمين اختلفوا في تفسير القرآن الكريم، وما اختلفوش في ايات القرآن نفسه، ولم يقع الخلاف بين العلماء في تفسير القرآن كله، ولكن اختلفوا في تفسير بعض ايات منه. فبعض الآيات كان الخلاف في تفسيرها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فهو خلاف لفظي غير مؤثر، وخلاف التنوع في حقيقته ليس اختلافا، إذ من شرط الاختلاف تناقض القولين. أما الاختلافات الموجودة في المسيحية فحدث ولا حرج. بداية اختلاف في الطوائف المسيحية الثلاثة الكبيرة على حسب تعبير موقع الأنبا تاكلا، مرورا باختلاف أسفار الكتاب المقدس بين الطوائف المختلفة، واللي بيوضح الحقيقة دي كتاب تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم للكاتب ستيفن ميلر. في المقدمة: نحن نعلم أن ليس كل اليهود اتفقوا على الكتابات التي يتكون منها كتابهم المقدس، وأن المسيحيين أيضا تجادلوا حول الأسفار التي يتكون منها العهد الجديد، وظل الأمر كذلك حتى عام 300 ميلاديا، حيث اتفق غالبية قادة الكنيسة على مجموعة الأسفار التي يتكون منها الكتاب المقدس الآن، بل وحتى الآن ما زال هناك اختلاف في الآراء. الكلام ليك يا جارة، فالرومان الكاثوليك عندهم عهد قديم ضخم يشمل عدة أسفار وأجزاء من أسفار موجودة في النسخة السبعينية، وهي الترجمة اليونانية القديمة للأسفار العبرية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تضيف أسفارا قليلة أخرى. وطبعا وردت في المواقع المسيحية جملة اختلف المفسرون، واللي بيعترض على وجودها المنصر المدلس عند علماء المسلمين. وعلى سبيل المثال، واختلف المفسرون في عدد الأمثال، وكمان المنصر وحيد بيقر ويقول إنه لازم يكون في اختلاف في نسب المسيح بين لوقا ومتى. السؤال: لماذا هناك اختلاف بين متى ولوقا حول نسب المسيح؟ ده لازم يكون في اختلاف. لازم يكون في اختلاف؟ طبعا لازم. وتعالوا نشوف القمص أرميا بولس بيقول إيه عن سبب اختلاف كتابة القيامة في الأناجيل الأربعة. ناس كتيرة كانت بتشتكي وتقول هي ليه القيامة اتكتبت في إنجيل متى تختلف عن إنجيل مرقس، تختلف عن إنجيل لوقا، تختلف عن إنجيل يوحنا. ما لو القيامة بالبشائر الأربعة
اتكتبت زي بعض، ما كانش في داعي لأربع بشاير، كانت تبقى بشارة واحدة. لكن أربع بشاير يعني أربع أوجه لعمل واحد. أضرب لك مثل، أنا وقفت، جاء المصوراتي وصورني من الأمام، ثم خد لي صورة من الخلف، ثم خد لي صورة من اليمين، ثم خد لي صورة من اليسار. لو حطيت الصور الأربعة جنب بعض ما تلاقوهمش تيبكال بيكتشر، كل صورة تختلف عن التانية، لكن الأربع صور لشخص واحد. المهم انك اعترفت يا جناب القمص على وجود اختلافات بغض النظر عن تبريرك للاختلاف ده. الغريب والمضحك ان الموضوع مش تصوير مشهد ثابت، دي احداث تاريخية حدثت بالفعل، ولابد ان سردها يكون متطابق، وإلا يكون ده تناقض ومستحيل يكون وحي إلهي. أما الرواية المسيحية فلها من الأدلة الكثير. رغم وجود الأدلة برضو راكب دماغه ويقول لك هذا لم يحدث. مش إحنا بس اللي بنقول هذا لم يحدث، فالدليل من كتابك المقدس قبل ما يكون من القرآن الكريم. فيا ترى إيه تفسيرك للمزمور 20:6؟ الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيب من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. أما النص القاطع والصريح على عدم صلب المسيح جه في إنجيل لوقا 4:10، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك. فإزاي يتمكنوا وقدروا يصلبوه؟ وإن شاء الله هتكلم عن أدلة عدم صلب المسيح من الأناجيل في حلقات منفصلة. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وظهر للكل، ثم ظهر لي أنا أي لبولس. يا جماعة دول شهود عيان ظهر ليهم المسيح بعد قيامته، ومنهم من آمن وصدق ومنهم من شك. أما عن رواية ظهور المسيح لبولس زي ما ظهر للتلاميذ قبل كده، فحب أعرفك إن بولس كذاب باعترافه شخصيا، وقع في تناقض، فمرة يقول ظهر لي وما سمعتوش، ومرة يقول سمعته وما شفتوش، والتناقض ده شرحته قبل كده في أول فيديو ليا مع الأخ أحمد سليمان. بولس الرسول اللي هو شاول كان ماشي بيقول ان انا شفت نور عظيم وسمع صوت، شاف نور وسمع صوت، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له من انت؟ قال له ماذا ينبغي ان افعل؟ فقال له اذهب الى المدينه الى النهايه. طب ايه بقى مشكلتك في القصه؟ مشكلتي بقى كان معاه جمع، طبعا كان معاه ناس. صحيح. الناس دول في الشاهد بتاع اعمال الرسل الاصحاح التاسع قال لك اما الرجال المسافرون معه فوقعوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. أما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثوقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يسوع. فقال من أنت يا سيد؟ فقال رب أنا يسوع الذي تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. أما الرجال المسافرين معه، هنا النقطة اللي أنا بقصد، فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا، سمعين الصوت ومش شايفين النور. طيب تمام؟ إيه المشكلة في دي؟ المشكلة مش في دي، المشكلة في البعد دي. إيه بقى؟ في بقى شاهد تاني بينقض هذا الكلام اللي هو أعمال الرسل إصحاح 22 العدد من 6-9. قال إيه بقى؟ فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق إنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نورا عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده، والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. كان الناس سمع ومش شايفة، في الشاهد الثاني شايفة ومش سمعة. ده هو الناس الشخص اللي بيحكي. بالله عليك ده يبقى كلام صح؟ مادام في اختلاف يبقى كده في شك، مادام في شك في الحدث يبقى في شك في الشخصية. حضرتك عايز تقول ان ده في تناقض. بولس لما حكى القصة اول مرة قال الناس اللي كانوا معايا سمعوا وما شافوش، تاني مرة قال شافوا وما سمعوش، عشان هو بيكذب اصلا. ده فعلا ده تناقض واضح جدا. واستدلاله على آية بولس غلط،
لأن المسيح ظهر للتلاميذ والبولس بالرغم أن بولس مش من تلاميذ المسيح. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ظهر المسيح لبولس بجسد روحاني زي يوم القيامة، ولا بجسد بشري زي ما ظهر مع تلاميذه وأكل سمك مشوي وعسل؟ لو قلت بشري إذن ما ماتش أساسا، وده وجه اعتراضنا. ولو أخذتنا على الفرض برواية الإنجيل أنه قام بالروح والجسد من بين الأموات، فليه ظهر لبولس بجسد روحاني بحالتين متناقضتين، للتلاميذ جسدي والبولس روحاني، وأنه قدر يجمع بين صفات الأحياء والأموات مع بعض؟ ومن يستمع لهذه السيدة وهي تتكلم عن حادثة الصلب كأنها أبلة فضيلة وهي تحكي للأطفال حدودة كل صباح، فمن كده نلاقي أن المسيح لاحظ أنهم لسه شاكين فيه أنه شبح مش المسيح نفسه، فحب يطمنهم أكتر، علشان كده طلب منهم أكل فقدموله سمك مشوي وعسل، فأخده وأكل قدامه. وبما أن المسيح أكل سمك مشوي وعسل، فده يدل على أنه كان حي بجسده بعد عملية الصلب بأكثر من 3. شوفوا سبحان الله، بيشبهني بالإعلامية أبلة فضيلة. أنا متشكرة جدا لحضرتك إنك بتشبهني بشخصية عالمية مشهورة، وده معناه إني نجحت أوصل المعلومة ببساطة للناس، وأكيد ده هو اللي تعبكم. ولكن صدق الله إذ يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بيقول إن الجميع هربوا، ولكن كان في شهود عيان عند الصليب، فازاي نثق بصحة الرواية من لحظة الجميع هربوا للحظة الجميع على الصليب؟ وإيه اللي خلينا نتأكد من مصداقية إن الجميع عند الصليب، بما إن الكاتب يذكر الأحداث ما بعد هروب الجميع؟ مريم المجدلية ذهبت بعد اليوم الثالث، ودي الفترة اللي فيها صعد المسيح إلى السماء وأصبح القبر فارغ، وبالتالي أصبح المسيح حيا وليس بين الأموات. يعني مكان المسيح الآن ليس بالقبر، لكنه صعد كما أخبر تلاميذه من قبل أنه سيموت ثم يدفن وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. وقد تم هذا بالفعل، علشان كده الملاك حب يطمئن مريم المجدلية إذ قال لها، والكلام ده موجود في إنجيل متى والإصحاح 28 والعدد 5: فأجاب الملاك وقال للمريمتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا لأنه قام كما قال. يبقى إزاي لم يصلب والملاك جال يسوع المصلوب، وإزاي لم يمت والملاك جال قام من بين الأموات؟ هو في واحد جام وهو حي أصلا. طيب لما حضرتك بتحب توضح وترد، ليه ما ذكرتش التناقضات والروايات المتضاربة في قصة القيامة؟ ياريت توضح للمشاهدين مين اللي زار قبر المسيح يوم الأحد. في إنجيل متى 28:1 يذكر مريم المجدلية ومريم الأخرى، في إنجيل مرقس 16:1 يذكر مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة، وإنجيل لوقا 24:10 يذكر مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن. أما في إنجيل يوحنا 20:1 يذكر مريم المجدلية فقط. والتناقض الآخر لما ظهر المسيح للمجدلية قال لها في إنجيل يوحنا 20:17: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد. ولما ظهر للمرأتين في متى 28:9 تقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. وفي تناقض كبير جدا في قصة الصلب والقيامة، هيكون لها حلقات خاصة إن شاء الله. خلونا نستمع إلى مسألة أخرى من السيدة نهى السيد. هي قالت إن المسيح ظل بالقبر يوما واحدا وليلتين، وبكده خالف ما قاله إنه سيكون بالقبر 3 أيام و3 ليالي. يعني من الآخر عاوزة تطلع المسيح كذاب، وده أمر عادي عندهم مش جديد عليه. هنا بدأ يدلس ويقول إني عايزة أطلع المسيح كذاب. حاشا للمسيح أن يكذب، حاشا للمسيح أن يقتل، حاشا للمسيح أن يهان ويبصق على وجهه، حاشا للمسيح أن يكون ملعون زي ما قال رسولك بولس الصار لعنة. أنت ورسولك بولس اللي كذبته وألفته حاجات المسيح ما ينفعش يقولها، والإسلام هو اللي كرم المسيح أشد تكريم وقال عليه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وأم السيدة مريم من أطهر نساء العالمين.
أما علمائك يا مدلس هم اللي قالوا إن كتابك محرف، وقالوا إن اللي حرف الكتاب المقدس النساخ واليهود وأباء الكنيسة، وقدمت الأدلة على الكلام ده في أحد فيديوهاتي، وأنصح المسيحيين إنهم يشوفوا الحلقة دي، والرابط هيكون موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب نعود سريعا لمسألة هل بقي المسيح 3 أيام و3 ليالي أم ليلة واحدة أم يوما واحدا وليلتين كما زعم هؤلاء؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال لازم نعرف أن التوقيت اليهودي أو اليوم عند اليهود بيبدأ من بعد الساعة 12 بالليل زي توقيت مصر بالظبط، اليوم يبدأ من بعد الساعة 12 مساء، وكان جزء من اليوم يحسب يوما كاملا. طيب خلونا نفتح كتاب أحداث الصلب والقبر قيامة جمع وتقديم أنور داود، في الصفحة رقم 115 يقول: كان الجزء من اليوم في التقويم اليهودي يعتبر يوما، فالجزء من اليوم يحتسب يوما. فعلى ضوء هذا تعالوا نحسب عدد الأيام. أولا المسيح اتقبض عليه مساء الخميس وقدم للمحاكمة صباح يوم الجمعة باكرا، وتم الحكم عليه وصلب يوم الجمعة. يبقى بكده عندنا يوم الجمعة يوم كامل بليلة، ونزل من على الصليب مساء يوم الجمعة قبل دخول يوم السبت، وتم وضعه بالقبر قبل حلول الساعة 12 علشان ما يدخلوش على يوم جديد اللي هو يوم السبت تتميما للوصية. فالجمعة عصرا تم حسابه يوما، ومن الساعة 6 اللي هو يوم الجمعة نكون قد دخلنا في يوم السبت، إذن يومان، ومن الساعة 6 يوم السبت نكون دخلنا الأحد، فبالتالي تم احتساب الجمعة لأنه قضى ساعات قبل غروب الشمس والسبت وجزء من الأحد. ظل المسيح يوم السبت يوما كاملا يوم بليلة، يبقى كده عندنا يوم الجمعة يوم كامل يوم بليلة، ويوم السبت يوم كامل يوم بليلة، يبقى كده عندنا يومين وليلتين. وقام المسيح من بين الأموات في فجر يوم الأحد، وبالتالي أصبح يوم الأحد يوم كامل يوم بليلة. يبقى في النهاية المسيح ظل بالقبر 3 أيام و3 ليالي. كل كلامه هرتلة وخلاص، وما جابش أي دليل علمي على إن اليهود بيحسبوا جزء من اليوم يوم. فاليوم عند اليهود بيبدأ عند غروب الشمس، ومش زي ما قال المدلس إنه بيبدأ الساعة 12 بالليل. يبدأ اليوم اليهودي عند غروب الشمس وليس شروقها. ترحب النساء بيوم السبت بإشعال شمعتين، ثم نذهب إلى الكنيسة لصلاة خاصة في المساء مليئة بالغناء الروحي. حلو. عندما نعود إلى البيت نقوم بكدوش، وهو تقديس اليوم بالمباركة على النبيذ. والدليل في قصة الصلب لما صمموا أنهم ياخدوا الجثة قبل غروب الشمس وعدم زيارته طول يوم السبت، مع أن زيارتهم ليه سهلة، ومع ذلك راحوا زاروه صباح الأحد، وده دليل واضح أنه توقيت حفظ السبت بيبدأ من غروب الجمعة لغروب السبت. ولو بصينا على الويكيبيديا هنلاقي ان في تأكيد ان حساب بدء اليوم اليهودي لا يبدأ من منتصف الليل بل من غروب الشمس. إذن اليوم الفعلي المحسوب عند اليهود هو من ليلة الى ليلة وليس جزء من اليوم يحسب يوم كامل، وإلا لكان اليهود حفظوا السبت من صباح الجمعة باعتبار أنه صباح الجمعة ومساء الجمعة هيعتبر يوم كامل. يا جماعة اعقلوا الكلام وابحثوا وراء الناس دي، هؤلاء ضلوا ويضلون كثيرين. هم عارفين كويس ان الغير مسيحي لن يبحث وراءهم. تعودنا للأسف ان نأخذ مسلمات دون البحث او الفحص، لكن يا بخت الانسان الذي يقرأ ويبحث حتى يصل الى الحق ذاته. حضراتكم كل واحد فيكم عنده عقل، العقل بتاعه يستخدمه. وانا بضم صوتي لصوت المنصر ده وأقول لكم ابحثوا عن كل كلمة بقولها في حلقاتي، لأن كل كلمة بقولها بدليل، سواء من أفواه علمائكم ورجال الدين المسيحي أو من خلال كتب ومصادر ومراجع مسيحية باسم الكاتب أو المؤلف ورقم الصفحة. فانتوا رجعوا للمصادر دي وشغلوا عقولكم، ما تخلوش حد يتحكم فيكم ويكذب ويدلس عليكم، وانتظروا المزيد بصدد ملف الصلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.